بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان واكيل وبقل صدن يسديدات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. وحباب هي فضل الصيام في سبيل الله جدك إلهي أضو كتشيرا إن أطلنته فضلك كيمت لمن دون لا يطيقه أوذي كرا بلا ضرر لباتل آنك سومي كرا إن فضل بضن وكيه إلهي أصغو جد إلهي كسر إلو سوم ولا تفويت حق حقنا أن دياعين تكسينين لمن حقنا دياعين سوم كون أو سنديب إنو أوذي كرا هدو كسر جدك إلهي قده إيسا فضلك أوليهي في سبيل الله. إذا كنت بتبابك حديث كان أقول إمام دون توارس كمان رافي قل يا في سبيل الله الجهاد بيكون فسره باب فض صيامي في سبيل الله أي في الجهاد. وحينا إلى هذين في سبيل الله هذه لا إطلاقه عرفه شرعه وحاول يقود على الجهاد في سبيل الله إنه أعمم منه قدعه شيء كجدا بلارن وطاعه نبلوش إذا نوادع كرتا سداس مركو ذات بدن دوران نية روايتك حديثك قيبة كمدانا ويتاقيري دورا إن شاء الله. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله عن سهيل بن صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد رضون مشر يصوم سومي يوما مال في سبيل الله إله جدك سوك سومي أصوك مجاهدة وهل قمي حقنا سومي إلا أضون كهدو تشرو أضون مجاهدة حقنا سومي هدو تشرو بعد الله الله ديريو فقية بذلك اليوم مالك أسك سومي ديسة وجه وجه سوك ديريا عن النار النار تحقية 70 خريفا تضباطا ديروت با نار تلقى فقية بمعنى ما دام النار تبنك قيام لكيني ومدن هالك على سور دوبيو آد يا آد بوقفك مسلم كا يجدك إلهي قصومين نار تلوقف فقينية ميل آد بوقفك بو شوق ياوي ميش تذكر أي دعي كرتيني ودوا ذا النار تا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دار وردية عن سهيل عبد العزيز أيام متابعين يا يزيد ابن عبد الله بن الهاد انت سكرب امامك متابعة وكاني بهذا الاسناد سند كان اسقى يكتب بي دار ورد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثني اسحاق بن منصور الكوسج بهرام اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج تلميذ احمد واسحاق وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال لبدا امام حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المسنف اخبرنا ابن جريج عبد الملك عن يحيى بن سعيد الانصاري وسهيل بن ابي صالح انهما لبدا ويحيي سهيل سمع النعمان ابن ابي عياش بين مغلين الزرقي من ربن الزرقي هي بوضك وقدري ايو يحيى بن سعيد ومتابعي سهيل يطريقا بكرديه عبد الرزاق يحدث وصوح حديث كتبين أي النعمان عن أبي سعيد الخدري بن مقلين قال أبو سعيد الحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسول كله رمان مقلي ما من صام يوما في سبيل الله نيك قصما مال إله جدكي سبعد الله الله ديريا وجه وجهي سكفقي عن النار نار تحق إذا 70 خريفا تضباطا ديرو 70 خريفا تضباطا سنون بلوجي إذا سنتك هذه هل ديرون بياشا محل شاهدكنا وقتي يعني مدى يعني إن بدن أيا لقى فوقي يبقى لو كذا 70 إن بدن بالقرآن كي سنة صلى الله عليه أيا لو لقى شيء ذو مبالغة تكثير إن لقوا حل دير هذا أمر الله بضيو أنت حلي أما الزمن أما السنة الروح لقى فوقي نيو نارتا صدرت بأحاديث كلو باب كتم أي كتمت بعد الله وجه عن النار 100 عام بقول سنة ماشي 70 خريف نضى أدار كيسان قيب توري في سبيل الله حديث كابي هريره وحاكوي من روايات كمذا ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجه عن النار 70 خريفا ما من مرابط
يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. إذا مركا رباط كي مرابطونا جهات كي قران مركا أي سال لو قيده في سبيل الله إلا إذا هذا مركا نين كصومي جهات أو جمع لبدا عبادة الجهاد في سبيل الله ثم الصوم حقهم أسوقهم مركا جهات كان كضعيفين وتفويت حق أن سمينين صوم كن أوسان ليبينين سيدا نمانك كتير آقا هوروك لمركا أن صفر يوحى منا أن قلينا وكالي ضدك أسوك لي صوم كهدي جمعيان إيو جهادك ضدك إلهي ونار تادي هذا وقفك أيوه مركا فضلك أوليه إن لبع عبادة الله جمعيه حيلا ضدك قاركو جمعين كرين أيو حديثك توصى هيا وقال توصى من باب مفهوم مخالفة ضدك قاركو نار تأيوه بنقليني إن يودا وانكرا. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. وحو باب هاي جواز صوم النافلة صوم صنع إن للصوم كرو بنية من النهار نيس لنيستي مال النمو قبل الزوال دور كورتي دور كورتي إن آت صوم صنع صوم كرتو أذكو صوم كرتو نية آت نيستي انتو واغو بري كدب نيان حرين لبرينين إن كسومي كرتم مالين نمو صن سنة أي بابه إيه وجواز فطر السائم كي صمرين وأفوري كرو نفلا سنة صومنا من غير عذر عذر دار لآن هذا سنة صومن تاي إن هذا أفرطا كوبنا أضو وح عذر دار عطا أمك هينين أضو حنون سنين أون سفرين أون لبكوكو إيمانين أي هذا أفوري كرتا صون كات صومنا هدو يهي صن سنة. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي ابن عبيد الله أوجي وأوجي سلبات بلوتيري لكن طلحة بن يحيى ابن طلحة وابن عبيد الله التيمي حدثتني عائشة بنت طلحة إيدديوي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله التيمية وفائقة الجمال دمر كحل قيدون ولا هوين أقر حسين عيد بالله الشيقاء أحاديث بضان هي أخبار بضان بإليه ذهي. حدثني عائشة بنت طلحة سيدي وداد ريسي كسك هذا كور بالله الشيقاء قبرنا نقرح ذهي مركز حقوقة تاني النوش حقيتش كتابوري اللو تشوكا وداد كو تشوكا مركا عائشة بنت طلحة حل قيد مركا دمر كأقر حسين أبي عيد مركا سوو شوف اليوم بعد لو غش غبر قروح ديديه ساي اهيديو رق اسكو مان دافاي نيمن نذر كو غلا اني غورسدان ايو وخي ولا ياب خور شيخ غبر دن حقي جوقتابو مركا اني نو شايو ميلان سوتي يو بكلان جوقت ايو وقات رق جوغي با جوغا 99 كينيد بانو ملي. عن عائشه رضي الله تعالى عنها عائشه نواها بريرتي وقرابه حد كلا ورني طلحه عائشه بنت طلحه اي دوه عائشة بنت طلحة عائشة هبرير أم المؤمنين أم حيل عائشة بنت طلحة وحارد الشيء قبرنا أبو بكر الصديق وأم كلثوم لورنجر أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق بعد الشيء ياد الشيء أيضا عائشة مركة أم المؤمنين هبرير بأن غنيس أيضا ويلك وحكورنا يد أطاي ناد فانتين بيلت. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال وحجر هو يدي قال لي رسول الله رسولك لا يحيي ذات يوم مال مال ماها كميدة يا عائش عائشوي هل عندكم شيء وحراشين ما هيسا أمن برقوا النبي عائش ويهي من مركز وحراشين ما هيسا قال وحجره إذن فقلت يا رسول الله رسولك الله ما عندي شيء وحوما يا لقرق وحراشين ما هين قال فإني صائم نوحي الواصومر هذا بأ هذا ونصوم هيا بأ مرادان وحوش لقوق رعدان لهين صوم بنيست صوم بنيست إذا مركز النبي نيست صوم كوي صوم صنون الصوم هي نيدنا ونيم مال النبي قرار نمان دعوي وي قال هو يدن وحجر فخرج رسول الله رسول كلاي باب حي مركو صوم كنيست وحقوق رعنا قري وكوا فأهديت لنا هدية هدية بن لوس هدية أنتم النبي مغنابة دتك درس كها أنصار والنبي قال أدو شعلاء عايشو قول قادي هدية بدن كيني جرينو والنبي قال كور قبين يمرتدي السبا انت إذا ذلك كرار مر هدي اون حرية فردال كاردعين بمويه فأهديت لنا وحنوس هدية هدية أو أما سجاءنا وحنو يمد زور مرتبة نوتم زور ووذر إيا واحد واسكم مد زور هل قف نغن كرا زور جماع نغن كرا لبضو أن نقضاه
أو جانا موحنو يمد زور مرتبة نو تمدو مرتي وحوضتا أما مرتي أيا وضت كدرس كاو كيرين وأنا ممكن مرتو تمدو سيكون لغة ورقب جري. طيب قال هو إذا وحيت فلما رجع رسول الله رسولك يا مركو صور نغضي قلت وحاني يا رسول الله رسولك إله يو أهدي لنا هدية هدية بق عانا يا أما وحراشينا يا قداشان لو كيني أو ما سوحان رجانا وحنوي من زور مرتبة نوت من صوب قطية وحودة زائر بن صوب قدي هدية ولا وقد خبأت لك شيء وحبان كأجد زائر كي وحودي أما مهدي وحودي حبان كوقري مال خودي قال وحنا يقول ما هو رجين كاد مالي دي تمحو يا واحد مالي دكت قلت معاه حيسوي حيسكو ورجين معاه وتمير يملب إيو عنفدي أما قرر لسكوت دريو تمر هي صبك ايو قرور بالسكو قوشه هيا قرور انا فديا قرور اما كلباي بعد الله مي رينو استمعيدا كلباي بن مي دهان اي عبد الله كلباي ولا يسوما ورعداد قرور اما فدي انا فديا هي تمر هي صبك بالسكو ديارينيا مركوا ورجين اد في عمو شربة من مشاريعات في عون حيث وكين أي أمنا خديجة وكانت النبي عليه الصلاة والسلام غارو حراء كتشرة كين لي النبي محمد وجبريل بابل خديجة صوص عوته وحين يقول صوتا حيث بي صوتا إلهي بي صوت دري ربك أي صوت دري وحيد يوصل عن خديجة أدو خديجة سلانت إيقا قرسي خديجة مركة بورت غارو حراء بفوشي نبيك يقطك تمرك يساقق بحضي وعلى خديجة سودة وحيسنا وادي وضاعي ونبي الله يكون شيء ترى واسدي أو ما كان ما نفرن به جبريل بقى إيش شيء إلهنا وكل سلام ويا ما إلهي بقى السلام يا إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام بكتير فقيه بقى فقيه حتى إن الله هو السلام إله سجى بالنبات جليا النبات جليا ركينا والله ديم ما هيو إله ديش السلام ها طلع ديم واخلت فقه حموي قلة الفقه ضيق قادس جي الآل مرق وحيته وعلى جبريل السلام وعليك السلام اللي إنك أضم إلهي باتين هذه جبريل معتين مخلوقان كريمان مرق حيسك وعنطيج آذو تعلاين وعربت أمك نوال تعليا حيس مرق وحساء ونأكسون رنا أنه ودوك أن الله أقبين يكتبت قد علمات بنا الديهجر وحساء ونأكسن بأ حيث قد علمت بي وضاوي وذا وحي وناقزاني هولها لسينتري هريسد اي حيث كي حسيدة اي كل قد علمت بالاسكي لها وحي علمت اللغو شرفوه قد علمت اي دنك بانك دين اي قال وحوري سنبيكو هاتيه هاتيه كم بول نبي وعايش كان وحي حيث كي فجئت به نبي قال عليهم فأكل بركاس النبي حوري ثم قال وحوري سنبيكو قد كنت أصبحت صائما قد كنت وعانا أصبحت كيوا بريست صائما من صوم أنا صوما يعني صوم من كوا بريست برقين كيبون نبقى صوم كني يستي نسكو غراد ويحد عودا ما صباح الاسكيد هذا حديث طرق بدن بوليه هاي وذات كلا إذا يحيى بن طلحة الاسكوب من ضعفي الرواد بدن باسكوب من ضعفي طريقا مسلم ودورتي يا أصح الطرق صادرت دار قدن عيلك مجلد كشيء الطمنات بقول إحنا يلبو مركو الجمعي طرق زوحي لي وحديث طلحة بن يحيى صحيح منه طرق كان كل وعي اللي هل طريقه كلام ويه ومجاهد عن عائشة مجاهد عفوا عن عائشة بن طلحة عن أم المؤمنين أمويه المهم حديثك حطوصة هي صونك آت صومانيد السنة ها إن أسكاء فوري كرتو دو عدو دربو وشرين نبي صومانا مركي اللي نبي اللي وحيوه يربان ملكو دقني وإسكاء فوري صوبانو عليه الصلاة والسلام واتبعوه لعلكم تهتدون إلهي بينيه نبي الراع وظهنون إسانه وإن تطيعوه تهتدون وآيات كله إذن نبي إلا الراعنا هذا لقد كان لكم إذن اقتدائي اتباع نبي إسكاله تاسوا كل راعنا خصائص تنمى سدو كله برقن كينا سنة إسكني يسن كرتان حديثك وصنوا ظاهر بكوية هاي لبضع معنا ومكو وذاتك بابا يستينا ولقفمي حديثك قال طلحة وحويلي فحدثت مجاهدا مجاهد وطريق اللبادة مركة وبدار قدن حجني
فحدثتم مجاهدا، مجاهد بن أشيق بهذا الحديث، حديث كان المجاهد أشيق عطى طلحة بن يحيى أنا هاي ابن طلحة بن عبيد الله التيمي، فقال وحوري مجاهد ذاك أرنكاس والنبي سمي بمنزلة الرجل يخرج صدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. حول أرنكاس وحول المدية هاي بمنزلة الرجل من بوسكي بوشوغا يخرج صار يا صدقة الزكاة صدقة بحيني من مالك بحيني فإن شاء هضو دون أمضاها صدقة سيدي وكنت تكسينه وبحيني وإن شاء أمسكها وإسكها يسنو ويعشني وإنت روح إلى سينين بلغها الله قولي با تقطيع وقولش لما هي سيدة ترى أنت بالبيل كريركا أنت نكروينك بلبض عن كون ما أنت صدقة يسو الله صوب حضي أنت المسألة كسوق قارن بنيه بدلن كرتا كيف كذا إسكيتر بالله أنا بان قام بارميني يعني لكن روح هذا كورج ويسكون ربما طيب أنت أيضا وحلقها الله أيه وأنت هذا مولي هذا روح مسلم السينين قرينا أتك سوقات قرينا أتك سوقاتي وادني يستنى الله بحضه أدو سيدون ولي بحنين واتك نوعان كرتا واتك لفرين كرتا سيدا صنك آت صنتي يا سنة أدو نوعان كرتا بلا عذر معناها سقوف فصير يا مجاهد حليك نووري يا سوق مكورية عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين مكورية وأنا طريق سوانا سقل حديثك أخرجه الجماعة إلى البخاري مسلم يأفر تصونا كبواري أحمد بأ كذلك الحميدي وإسحاق ووريا حديث عانوي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن تيمي ابن عفوا طلحة بن عبيد الله تيمي عن عمته هذا لغو عضيني إن إيدوتا عائشة بنت طلحة أهي عن عائشة أم المؤمنين وهبررت شيء برؤوسي طيادي طيب عائشة أم المؤمنين عفوا عائشة بنت بكر الصديق وهبررت هاي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية قال وحيت له يدين دخل علي النبي صبنها إيسو قالي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال مالمها كمذا فقال صبنه وحوج هل عندكم شيء راشين مهيسا فقلنا لا ما يعنو كن نبي الله وحمية قال وحوج صبنه فإني إذن صائم مرض سيداتاي وانسومية صوم بان عورينا يا بي جمهورتك فسيريا شافعية حنابلة إيو مالكية حنفية ديدا إلا الصوم نيلا نيسم مالين ما لغو صوم ديدا وحيليهن فإني إذا صائم أي أستمر في صيامي صوم كحال أنزوني استيبان سيو وضان هياو يوش إماها صوم بان هد عورينا يا بلابا يا ما إيدادي تأويل كاس يقول رفتن أيوه ثم أتانا يوما آخر فإذا حديث كان ليه هاي وفرصة هذا ثم أتانا يوما آخر مالك والنبي قلنا فقلنا وحن يا رسول الله رسولك إله يو أهدي لنا حيث وحن لوسو هدي راشين بن لوسو هدي أما شربت أما مشاري لقد سمع يتمر إيوه عانا فردي صبق الاسكود درايا ملابنا مربع القدرة فقال وحور أرينيه بلتوسى دارك وحد هيسو فلقد أصبحت صائما فأكل إذن روايان تنبئ وكيع وحكوفة فإذا حديث كوران كتسرين وحديث كوران وسكو قبتو هل مالين بعد موديس كأنه في تفسيلي ومعوه كوشيغي وحكوه شيغي قيبتو هوري نبقو إنو صون عريي حل برق نماء ومال نماء وحمد يا لمياء إذن فإني صائم وصومنا ما الله بعض من النبي النبي أسقوا صومن صون وواجو أكبرية صون صنعة مركزه وحبان هينا نبي وافوري إذن صون أتساك صون نيوت إن أتساك أفوري كرت عور دار لام بالناس كوي هيد رواي عن ذنب وحكر الناس أي كوت هاي إن صون كعورن كرتو حل برق النما هذا مركز أرورت وحبان صونين فأكل لبلا معنا بوا كوجر حديثكو قليها مركا مالك يذا حنفي يذو أيقو حيلي صون صنة هذا صون تو مفوري كرتت حديثك مركو حجوكو ياي ما أفوري كرتت واضح ما يستريس عمل كهداد باللوضو يجب في الشروع ولا تبطلوا أعمالكم هؤلاء يسكو قبرية هدي لكن أفرته وأدنبي مالك لك واتوقع لين بيني إما إن ضميست توضن أفورين يا إما إن أتوقع الله سوى دين لقوله يا قضاها حديث رمرك تأويلات بيقولوا فنيان قننا في أمرك أن لقادن كرين لكن أنساو وكذا باب أكل الناس وشربه وجماع وجماع عفوا
أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر عبابي هاي قفك سهل مامي عنتانك عنتضع عنا أم عبتانك وعب أما قال مضو السمي إنو سنكو أفور إنو سنكو تشبيني نين أكل الناس كيو سهل مامي عنديسو يو شرب عبديسو وحبه أصغو صومان يو جماع قلمديسو لا يفطر لا يفطر ما أفور سنك مجبيني ومسألة أدو لبضول الفقاد اسكو هيان سيدا ظاهر كأوي هاي وشغو ترجمة يشتي ورأي جمهور السلف الصالح جمهور السلف سيدا سيقبان كذلك جمهور المتأخرين سيدا سيقبان أو شافعية إيو حنفية إيو حنابلة ويوضى السعودان مسألة أنا أيضا كوضى السعودان مالكية أنا خلاف سن ويو حيرين والأفوريسا وانا توقى الضينيس أما جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين سيدا يدونك أتقانان مطلقا نكو قرآن يترجم ذا أي قبان بل وإجماع الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب ابن عمر أبو هريرة كسوغان تايوش أيضا إن قفك الصوم من هدو سلم أما وعنا أما وعبه وصنك وسنكتش بينين وصنك سؤو وضانيو قضية كفارة منا ما أن لقربين صادرت يد أبو طيب الطبري وأفر بقول كنتم كجريد الجيريو دي مركو شرحي مزني تعليقة الكبرى وحولية هاي وأجمع الصحابة ابن حزم نوحوري ولا مخالف له من الصحابة محلها صدح صحابي وفطوضي على ظاهر الحديث بين قطقين وخلاف سنة مجرو مركو وهو كعلوس مالكي ده وشو كعلوس تاي لكن من حيث النظر القياس الشرعي ما كان الله فيري أصول الشرعان الله إلاليه مالكي ضبير مشهد هيا وأنا تلمامي دونه وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن علي عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين أحدا الله واسكتي حافظكم مركم مري هشام كان وحور في العبارة وهشام الدستوائي الدستوائي وأنا خطأ ووهم حافظكم إنك غفي عن رجاش البخاري مجري ووقت بكب حيوات لكن مركو بخاري حدثنا عبدان حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام حلو وهو الدستوائي مركو شرح شرحه وخطأ وهشام بن حسان القردوسي رواية مسلم بعض يزي ففوائد كتبتنا لسكو شرح كتبت يسوي لأن البخاري وحاد عي حدثنا هشام مطلقة هشام كيه طبقة محمد السيرين لبلو ويكوريا هشام بن حسان وكوريا وأرضي زي خاص بل من أثبت الناس في ابن السيرين هشام بن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي وكورشا حافظكم هالك أصمرك كل باب عياسو لكن رواية مسلم ويا عبدي هشام كونوا يهاي هشام بن حسان القردوسي كذلك ابن حزم محلها مجلد الضباط بقول أفرطني السقال وحبوري حديث كان من طريق البخاري من طريق البخاري سوى ذحول عن البخاري حد قال حدثنا عبدان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام وهو من حسان القردوسي وابن حزم وفهمه يا مشروع أم حدث وير من ضبير شدي نوي من رب سكتيا مرك اللبضة سادرتيت وذاتك قسطلاني إرشاد الساري حافظك وكل حضي حوري من كان هو هشام بن حسان القردوسي الأزدي وهو الصواب قليها الضمبي شرحي بخاري ورنا حافظك وكل حضي ووهم ير وازكتي وعلى قيب أصور ربي حافظك والله كمقر صوماني قال إنك أكبوا بهاي وصر مصيك تيني أو شيء أنت سنة ربينا فانتا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كون سقال بقول صدني صدح رقم كبخاري وكجر حديثك كافيري دم له كون سقال بقول صدني صدح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي قفكه الماما وهو صائم أصغ وصوم نسي الماما وفأكل وحنا بسبب سياب أو شرب محبة فليتم صومه صوم كسهر لما يستر فإنما أطعمه الله وسقاه إلهم باقوديه ورابيه فإنما أطعمه الله وسقاه عند الترمذ وحنكم مرني فإنما هو رزق رزقه الله رزقه الله ورزق إلهي أوسيي عند الدار قدني فإنما هو رزق ساقه الله إليه تعالى رواية الترمذ عن قتادة عن ابن سيرين باكسي عضيد من نصي وهو صائم فأكل أو شرب فلا يفطر
فلا يفطر ومعي يصير أفور ما بأفورينه صونك سهوة توي فليتم صومه وحلو أولي كرا سيدي مالك النوق قليل وحلو أولي كرا هاي اسكا أفهيستو صونك هو تشبايه حرمة الوقت مالك ها حرميه إنه صومي هل بيستو هاسكا سوقا لكن ما صومنه فليتم صومه لكن وحدي دي فلا يفطر يوصن أفور معي إلي ما بأفورنا وحي طيب وحقلوا حجين هيا هدي تفسير رقم كي عمل كي سحابة أبو هريرة حديث كوري سيدا صعوق رقم مالي مال ما كان بيدا يا صعوق صوم من توس الماء وانتعونا مركز واد صوم رايدة حر إلهي بقى يقودي يورابي إسكا أم صوم كي ويجراي ابن عمر بقى مالي ما كان من توس الماء بقى راشين لو كيني مركو إذا عنت عنت قشتيد يا حلو دقدق بضم بايد شيخ واد صوم رايد منعتني رزق الله يقولي إرساقات إلهي يقولي استاكتي إرساقات إلهي إيدي دي ما إذا بستي قل يا دك دقاء جرم وقت كذلك سيدنا علي أصلا سيدا سوكلا قبستي سيدا سوكلا قبستي ولي أبو هريرة أصول قصة طريفة وليه قصة طريفة قبستي ما لم بأصوك فرد يا مسايد يا نو يبت حريا أبو هريرة ساك صوم بانكوا بريستي هذا يبرق إنكم بانهب البوقضي راشين بالله كياني يعبتان وان قدر قيبو إلهي باكو قوذيي أوكو ورابي صنكو كوتر هورو سعوري وحير كدي بوكو صلابت وحيرا هادنا دوركي يعني هبل صو سلامي قدو إسيي وان عنيبور بيا اللي سيي وان قدر كي حير إلهي باكو قوذيي صنكا إسكاوض عصر كي يونيك هادنا صن نقضي حور هالدرة والعسرية حور الله يكون وقفت وانا صومنا حور أنت إنسان لم يتعود الصيام أرد قط أبو نوان صوم برنين بعطاي أرد قط هذين كسك قرعة إسك قدير هي إسك عسرية معيتها وحور صوم قوة قيل إزاي نين صوم برتي متى يدي صوم قيل لا برتو بهاي هاي أرد يعني صوم موسى كجبين وحور لك ربا كويس دي أفضل ضوام معي سو ننسو يقال نبت يتبور عزوز عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد كفيري فإنما أطعمه الله ألا قوذي وسقاه ألا ورابيي سداس أي صحابة مارين أبو هريرة علي بن عمر ولا مخالف لهم من الصحابة تابعين تنا سداس أبدايين وخلاف تابعين تؤون كاهن عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح في مسألة الجماع فقط ما عبتانك يعنتانك ما أصوه حوري قال موح الهلمامي كان كوي قندق البرن صومالي وحق لقل يكويني وحوي وحوري أعطاه أصوه قال موح الهلمامي كوي نينك قال مونا يكسبه وقال مون مويني إسلامت وان هلمامي أنا صومي أنا وي هلمات أنا وان هلمامي وان اسكفر حق لصورة قال ما قضى لك الربا سفيان ثوري وكل راعي أما تابعين أنتو ذكر ومع الصحابة ومع ظاهر الحديث وي يا شيخي في الأكل والشرب مع الربا في الأكل والشرب يا جماعة وما يسنك لقال واسكمت صحابته تفصيل أيهم ملا جماعة حبتان كعنتان كتابعين يا صحابة إطلاق قاسل لقاها نينك التفصيل كجليي كلاقاده وعطاء كلي يلا جاهي سفيان ثوري بن هوشا كل راعي حق المذاهب تاع ما كان وصل لابنه سيدا حديثك قوت المام يسحبون أي مرين ومذهب الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفي حنفي ذو هالكلام مركي مريان حقو وصنع قاتين وخبر الواحد كي قاتين لبقى عدو إليهم مركة شبيين قاعدة وحيليهن خبر الواحد هدو خلافه القواعد هدو خلافه لا يعمل به كالمالكية خبر كان هو خبر الواحد خلافا قاعدة دي أدك النيت ومعي وقاعدة قاعدة الأداد بالليلة هذا نقلا وعقلا وحسا لا بد شيء سكوتك يتكسر شيء هذا ما كل مكرا لا في شريعة محمد ولا في شرع الأنبياء ولا في العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا الألداد لا جماع لها حسا
ونقلا وعادة باليدة. صوم محوها صوم محوها الإمساك عن المفطر من طلوع الفجر إلى قيام إلى غروب الشمس. إن لقى أفهيستو وحيابها صوم كتبية لقى بالله واجب برجيس إلى لبنادو كرد عيسو نين كان إسلمامين محوسمي نين كان إسلمامين محوسمي ووعنا وونا عبي وونا قلموضي. الإمساك والأكل واددان، الأكل وعدم الأكل، الإمساك عن الأكل والشرب، والأكل والشرب والجماع ما حيوا ددان. لو ددنا مقل مكرا نينك أصغوا عوني أو عبي أو قلموضي ولو سومية ويجديد في القواعد قاعدة الأداد بالي وماشي مالي كود جيهين لقفو جين لا إياي إن أدفانتين بار وغور كأسغا صوم كرقن باعتماده حقيقة الصوم بابرتي بكلي المالكي أنت المالكي يقان حنفي مركب وحي تبين قاعدة أهيد قاعدة الأدادو نين كان سلمامي وحبي وعني قال موضي صنك وأوتي رابي لي خبر كواحد كأي خلاف قاعدنا وير الديانة كمرد قمان قاعدة بخلافين خبر كنا كرد قمان وقد أحسنوا هو شو هو ناجين لكن وحرنا قاعدة أهيد المذاهب تمتحن بأصولها باليادة مذاهب تحلقوا امتحانها أولوه صينو ماذا كسعية أما خلدية هاي وحكرنا شيء قواعد يسيو فروع يسالو فيريا هذا ماذا كنوا في عية هاي حديث ما يسقور تمادين أما حديث ما يدن جبيزين أما قاعدة ما يدن كتكتين مرة بعض ويا خلافين أصل كودن أو وحيد كلام الناس يبطل الصلاة كلام الناس يبطل الصلاة وأكل الناس لا يبطل الصوم وفي رسالة هذا قف قادو سلمى ما سوى صلاة كجرة أو إسكا شاكي أما تلفون كو قبط سوكو أنتو كنا كو قسو على أويد هذا أو سلمى ما يدهيد صلاة سوى بطلة حنفي نينك سلمى ما أصغو صومين درقية قضيين سوكو كيسي مجمع من بيلادي مجمع حكا صبحي لبا أفلين لبا دا قرأي قارتوا واخل دمين. أما المالكي مالكي يقوم حيلي مالكي كمفق حنابلة كمفق حنابلة عفوا حنفيدة كمفق حق إسبرامبر كان أجيدا وحيد أهلين كلام الناس لا يبطل الصلاة وأكل الناس يبطل الصوم نكي سلمامي أصغو صلاة كتيرا دو ضروري يامو صلاة دا كما تشبين نكي سلمامي هدو درقو قدرينا صونكي وكتشبين لي مالكي يدا مركان هلا بأفلين مكا لحكا لغافي لكن قاعدة وإلاليين أو قاعدة الألدات هي حقيقة شيء هدين منتفير نقطو شيء متشري كرو متشري كرو بأيغو ليين الكا أيضا لكن نسكا يوحيدهن خبر الأحد ويوحو خلاف قاعدة والخبر الواحد إذا خالف القواعد لا يعمل به عند مالك كالحنفي. ما هي القاعدة؟ قاعدة الأداد وي صوم حال إلى ذا صوم حوي إن الله وحفعن أنت وبر لقبل إلى عدو كدعيس وادع أنت واك وادع عبت وادع الموت وين وصوم منطاي حكينيسا إن قاعدة دلة تبي لو شو ذي دلة سكان اللي هبيني ما نبى كل مكره عديني منو بكل مكره كل اللي يقبوا استمال سكوا من كره دبي بيا سكوا من كره الجمع بين الدين وخرم للقواعد مالكي الكاسي تاجين دخل كود دخل سهلا معها وعيدة هذه قياس نجاق بصدا نكنت إسلمامه صلاة رقعت كتّك محت كل يدين حنابلة يحنفي يشافعي نبى إسلمامي فترك رقعة من صلاة النسيانة سجود ملوك بكرة صلاة مازح مايا رقعة المحيا هيت ركن من أركان الصلاة
إن لقى فايست عبتان يعونتان لقى فايستي قال منا ما حيا هاي ركن من أركاني أصل بل وأركن الوحيد بق وأرك والنمايو حال ملكين ليه كل قدودة سرادي الصوم اسكن مال مريا خبر الواحد كان خلافي قواعد جبي هقاضا ننا مالك يضبر المشهد هايوانينا من حيث النظر وركول ورسالا معها ما فانت مش نصعدوا مالكي ولادك مالكي بالنقد هادينا انا فانزيان ربا قائم بدل ما كان اريت ايغو النص تاويشن وقرب مريا ما علا توبينكم ما هيا انت بدن غالبا نظر بام قنية فقية بحثي دقيقة ام قنية فهم بها وش وبانتاي مالكية واحد يقول جواب إنسان محوية واحد يقول جواب إنسان مالكية وحيكاد لقين مسألة وحيكاد لقين من باب المأمورات من باب المأمورات جمهورنا وحيله ومن باب فعل المنهي عنه كتاب الصلاة مركان سومري بان إنسو شعقا عيدة داس عمدها نكوشر حي ميلا بضم ما كوشر حي كما سبقه حالي أرضي أدرانتي كما سيأتينا شيخي أدرانتي يا معلنك وحي إنسو الشيخي كتاب طهارة ما كان مرة إنها كسوها الله كتاب الصلاة ما كسوها الله وحان يدين سو الشيغي باب المأمورات ما كان لمرة يو شيء اللي فري اللي أمري هدي اللي سمين وايو شيء قام مع الصحو جهلي ينسان اللي سكو معذور داره ترك المأمورات سهوا أو عمدا لا يؤثر فيه الجهل لا يؤثر فيها الجهل والنسيان شيء لغو فري هذا الكس أوقاتكتو أما كم أوقاتكتو واسكم مت لغو عفين ما هيو صلاة لغو فرينا تكتو ركعات كم مت هذا الكس أوقاتكتنا وابطلا هذا الهلمان أوقاتكتنا وابطلا إلى الله إيمان إيسو إلى الله تما ما صحيح بدليل نبقى إيدين شيء صحابي أنزاريا يا إسكتو كذي نبحو ارجع فصلي فإنك لم تصلي لغو معذر دارين دادال كيسي اجتاد كيسي يجهل كيس واتقانا حديث مسيء الصلاة واتقانا لأن فعل الصلاة ومن باب المأمورات واجبات كلا يسفري وين لا يمات لماذا شيء مأمور كلا يسفري وعسكيها إن الله سمي ربا مصالح بكحرا مصالح ذان وحيرق ليس بفعله هذا الله سمين أما كم أوقتك أما كس أوقتك واسكمت مصلحة المهر قال الله ما حقيقين مصلحة شيء لا يسفري وحيكون يرقى شاء سمين تيسو أسوق إن الله سمي على الربا إن أتكس أوقاتك أما كم أوقاتك وحكوا كل دوين حق الدم بيجا كلي لكن شيء ما أصحايو بالدليل حديث كابو بردوس وقاطع نبي الله ساك مركي أضحية أهيدة ويقول بريي أنت نوري لتكنن بان أنوغ هدي دق دق أضحية بان سوق بتوان قور عي وحان كنت تلقلون طمعين أن أندر بر هيركا راشين كيير بكسيو ونف كيغ النف كأوهر إلا قور عي ونقضوه هدي نبي الله كورر إنما شاتك شات لحم من نسك قبل الصلاة فلا نسك له هيرب كذو ناف كلا الله قربا سحابي قوت أوشدي جهل بأوجي نبقى وحول نك صلاة كذب جورعنا فقد أصاب النسك قبل صانك جورعنا فلا نسك له أو بردة أوشدي جهل بأكو حمباري دك دك برد فصل بقول خيرات نعب كسي لجمد دقي سنين عقبة اصحابي عقبة يا سوقنا وشاق ابن عامر بس نقبسطي نبي قوا كديدي المأمورات هذه اللغة تقول جهلا او نسيان او عمدا واسكو باب وانا اسكو مد حق اصحد لانت ناسق اي عامدك وحين كل دويني حق اثمك فقط انت واثبا انت بلط منهياتك وحين لقار ريبي اي فراقية شريعة ذا اي قنت وين جيتك اسلام كان هاي اسلام كوا جيت قن وين حدو لي يقن اي فراقية فراقية وفروع شريعة وحاونا قانو ان اصل كالدينيات هاي من باب المنهيات الجهل يؤثر والنسيان يؤثر وسهو يؤثر وحكم لغتك اما جهل لغو دعو اي الهي اكار ريبي محرمات في الشرائع في فروع الاسلام ولقوع عذر داري بدليل معاوية بن حكم السلمي وطومرته في كتاب الصلاة أيا سراد الوجود كشيكي وإذا دلها لردي أوه اللي نقول مرهين صلاة سعلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرهين لأن الكلام في الصلاة ومن باب
المنهيات ساسي قاعدو كالطهي مالكي ومركي وحي قليين حديثك كدقا من باب المأمورات من باب المأمورات وترك المأمور لا يؤثر فيه الجهل والنسيان والخطأ شيء مأمور إنك كس أغطها إنك كم أغطها قبع لقد قيسان مايو ارجع فصلي فإنك لم تصلي بقليين مالكي باب المأمورات بقليين طرد بقليين مركران شرح الدونة إيكي هذا مركران هذا الله ينهب مأمورات بقليينو ننكي صونكي ننكي صونكي أصوء سلماسان وحوني صونكي سماء صحيح بيكوليه سيقول لي المنهيات صونكي سماء صحيح كما بو عبي نسيان بو عبي أعونا أقل مضي صونكي وابطلا سيدي ننكي صلاة ركعات كم بوقتكي سيدي ننكي كم بوقتكي رقني من أركان نفس الشيء مأمورات بيقلنا يعني جمهورته وحيدين ما يوا من باب المنهيات وحال لقى ريب هذا الصومان تي الأكل والشرب والجماع الأكل عنتانك يعبتانك ومن باب فعل المنهي عنه نينك الشيء لقى ريب يكون عن نسياننا ولو عذر داري لأن كد عتانك منهياتك اللي قدعه جهلا أو نسيانا عذر دربا قال كان معاوية ابن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة جاهلا ومن شرب أو أكل ناسيا في الصيام نواه كمن تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا من باب المنهيات بجمهور تقلية لماذا قفك مسلم كوحي لقى الرابي وحي الدم بيكون نقونا إياه مركو قصدي يفعل أصمي قصدي أصمي وحاد منهي عنه أي خطرت أي محذورك وحوءها إن أضح أنته أدو أك هي إن أضمالين رمضان أحد وعنيس إن أقصده الأكل والشرب مع التذكر بسياب أضو صونك حصوصا إن أضو عنتو عبتو أضقال موتوي قصد كما ماشي كم غان نينك هذا وقديني حول الماوي إنو صومنا إنو صومنا وإن له الأكل مع القصد مع القصد وإن له مركه هورت هل كاسة مالك يدو يسكوك من رافين جمهورته الأكل ما من باب ترك الواجبات با مسوى من باب ارتكاب المنهيات ارتكاب المنهيات جمهورته كرده مالكين ما حيكرده ترك الواجبات مأمورات بكرده انت اينا دفانتين بإلى تاي معنا سان اجيه ده على اتحال رأيك جمهور تاسحان مردي صحابنا اي مرتين نسكنوا كعدي هاي تاويل كودي اي شيغان لغا جوابي وحكالو لغو هرشتاقو ما هاي انو هاي صور الكلية قيبتا من نسي اوه صائما فأكل او شرب نبي قم الشيغين قال ما الشيغين جمع ما الشيغين حديثي ان صوم من رأي المجامع في نهار رمضان وحوها المعامدة هلكت وأهلكت احترقت وأحرقت إن هوش أقصدي إنو أهوى عضيت حديث كنو مشيك مركا ننكي قلمو سمايا أسوء إسهلماسا سون كيسي كور مردهن مركا قلمو دو حالو وقي أسقادان يا كلية الأكل والشرب بلو وقي أسقادان يا وذا ده ديدنا عطاء سبيان الثوري يا مالكي هرام بك عصانيت وحيلي وقياس مع الفارق قياس مع الفارق معايا إلي كو قال موح له المام كركوي منك لو نادر بقينا يدعوا قال ما له المام حسابه كو ري ديار جرو باكو ري بي رجل قال ما شيء نادر الوقوع غالبا ان له المام كرين ان لو قياس قاطو شيء دعيدو اي بدنتا نين صوم سوسوم جري شان سنه لخ سنون اون سهوين اون بيعب اما عنتعن اما كيرتان حبض نن على القين واير يرجن ما شفوا ليه الأكل والشرب هو غالب الوقوع قال ما هو نادر الوقوع مدك لك قال ما هو حدا وارهر دم بقطع شان لو الروح بيكد عيسى هل روح عن قالها يا مركا قياس الأغلى على الأخف هنا
وقدح في الأصول فمثل قادحة في الأصول مركا هوشا سنمانكا وركودو مسهلانو وركودو مسهلانو نمانكاس ديدي إيه كالساري قال ماذا إيو لابدان كالساري وحد كي جواب كرتان كنين اتهادان شي قد الله الشيغي الأكل والشرب ومن باب تعليق الحكم باللقب إن حكم لغوحره مقع لغوحره أما مقع لو تيريو ما كان يحكم كونه مقع قولكوية هاي حكم كوالا وذاقاه محمد الرسول الله هو الذين مع دين ليلي نبي محمد باكليق الرسول هاوش لقى فاهم هاي نبي موسى والرسول عيسى والرسول إبراهيم والرسول محمد الرسول الله وتعليق الحكم باللقب من كان يمرك التخصيص إنا تراغو يا إنا تراغو وتعليق الحكم بالأغلب شيء غالب كي أنت بضان دعها دعوهم واللقو حيرو لا مفهوم له في الأصول مفهوم مخالفة مالها إيو حالو جيدا من الله تما دعو رؤس المانسا وحصون كذا بري أما قلما أما هنقري أما عبتانا لبضا هم بركك جاو إنا تراغو وتعليق الحكم باللقب وأنا غير معتبر في الأصول إنا تراغو وتعليق الحكم بالغالب ذكر الأكل وشرب خرج مخرج الغالب بالليضة نبي قوم انت بدل محادعة وحادعة عبتان وعمتان محادعة انت بدل دعين قلم وحي انت بدل دعين ضدكو يدبو فهم لأن برنبي قوها القابل صدي ومتشي هذا انو حكم كوكوني يلو عبتان وعمتان ماذا فانتين لبدا قابل جمهورته جوابان بحثي قاسي حديثك كوكير انت انك قتل ان شاء الله تعالى باب صيام النبي في غير رمضان باب صيام النبي في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم وحباب هاي نبيكو إنه صوم الجري في غير رمضان بشهر رمضان بلا أن كان هاي نبيكو صوم الجري يا واستحباب إلا تشعلي هاي وناكسنت هاي ألا يخلي إنه سنكد وسنكمر إن قدرت الروح مسلم كأه شهرا بالدلاتي عن صوم صوم يعني قفك مسلم كان بالدلاتي إنه وحون كصوم وإن الله تشعلي بشهر دلاتي وحون كصوم سدح بري ما لنا الله كدو يندعو ويبل دلاتي إن وحك السومي ويدو لبي يطبان كابلوت بيش رمضان أقود بيش كوي يطبان كابلوت بيلك السوحون كسو إنه وناك سنتر أون آن لغمبرين بلها آنسون لغمبرين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زرع البصري عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيل قال قلت لعائشة وحانكوله هو يدين هل كان النبي يصوم شهرا نبي بالمسومي الجري معلوما لا يقانه سوى رمضان وان رمضان كأهي بالبردبن أو لا يقانو وان رمضان كأهي النبي مسلم جره هوي قالوا هو يدن وحيد جري والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه طيب هو يدن وحيد جري والله الله كل دارتي إن صام إما صام شهرا نبي بالمسلم دميسرا وصد كيدئة معلوما لا يقانو سوى رمضان وحن كائن حتى مضى إلى النبي أتقي لوجه سوتو يعني حجابته قيري وذي أتشده إلا الروح والبحوص على قيري بوص على كل أجل كتابه ولا أفطره من أفرم بتري بل قدو قيدو برد ما يسترن حتى يسمينه لو وحكا أصيبه وحكا صوم بلو النبي صوم قد ما يسترون رمضان إنه مجرته بلو كتقي أولي قدو حبس رسم إنه مجرته ويده بالكستو حبك تابتا لكن بلو صدن كذب بوح شيء أوصان أو كل ما يستري رمضان با كجرتا يعني نبي عليه الصلاة والسلام وأود أصدقوا إنه بله ورنبا صوم صوم كنا مدي بيترين إلهي باقودين ترى أود بقولها لكن نبي حضرتي الأوسط عباداتك يا لو دواشها يتقربك وضرحهم مري ليقتدى به إلا قد يضه ومسلمين تأيكو ضيدان وشتك على حائم مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا كهمس بن حسن الكوفي عن عبد الله بن شقيق وشدده كان متابعة النوحة وهي كهمس بوح متابعين يا جريري قال حلو قلت لعائشة وحاكولا أكاد رسول الله رسول كلاه ماءها صلى الله عليه وسلم يصومك يصوم شهرا بالكل هدى إذلك قال وحيت ما علمته
معقب يتري شهر صام إنه صم شهرا بال كله دمانتي إلى رمضان بال نبي دم يسترن أوجه مترتو أنك عين رمضان ولا أفطره بال ولا أفرن متر كله دمانتي حتى يصوم منه لو يحن كصومه حتى مضى لسبيله حتى مضى لوجهه ونصوم بري إلى جدك أجريده وكتب نبي وحجابتي بل أصلا نبي تابانين مجرد بل ما يسر صدن كذين ما يجرتون رمضان كاي. وحدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود حدثنا حماد يعني ابن زيد ابن درهم البصري عن أيوب السختياني وهشام هشام كان أقومه هشام بن حسان هشام بن حسان ابن سيري ابن حسان القردوسي عفوا عن محمد بن سيري هذا وحوره ومرك أيوب يا هشام كلاهما يروي عن ابن سيرين وأرضي خاص كي يحكورين تروي يد ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي مرك ابن سيرين وحمد طابعين وذاته ورئها كامس بن حسن أيوه سعيد بن ياس الجريري قال حماد وحوي لحماد بن زيد وأظن وحن أمي أيوب وشيخي سئة قد سمع وحدك وكم قليلا من عبد الله بن شقيق العقيلي هذا وحن أمي لين بر أيوب عبد الله بن شقيق هذا واسطه أسي مريا وحوسي مريا ابن سيرين بوسي مريا إنه توس أوقا قاتنا وانفلا يا أبو وين يمن دون تصور توس أوقا قاتنا على أي حال قال وحول عبد الله بن شقيق العقيلي سألت عائشة ويدي رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي نبي صوم كي زمان ويدي فقال وحين تجري كان يصوم نبي قال سومي الشري حتى نقول إلى أن أسنرانه قد صام أي قد استمر في السياب نبي قال بالبصون كذا باللابية ووضيا إلى أن أسنرانه ما بأفور الدون نبي قد صام أي استمر في السياب ويفطر النبي وأفور جري بلها قاركور وحبه كسومي ما هيو بالله قيدوه رامر نحل هذا حتى نقول إلى أن أسنرانه قد أفطر أفور بالنبي قد يستيوه ما بسومي الدونه كدبنا انتسر رماني بوحك سومي بلا سيؤبلتي والنبي وحكى سومين مجر ما هو ذكرتان إن الطون كان نفطه كجيزان والضباط قبطان إيو إن البلبضا إسراعسان وحده حيورك إنه ملا إذن كواي صومالي وازا نمبا بلوكو نفضيحي دور بودنا أن تابني إنه طيب ما بيقول لك وحوه يهو شاسو سبين شري قال وحيتني هو يدن وما رأيته نبي محمد ما أرك صام شهرا كاملا بلد ما يسنسق الصومي منذ قدم المدينة انتم مدينة يمد إلا أن يكون رمضان إن رمضان بيها يموي بالرمضان وحان كان النبي قرد ما يسري ما أرق بيته أولاس هو شكور إيو نبي حالي سنة عائشة دقاء حقال هذا صنب آهي لون النقون شري مركة ولا يمادة طريق أوت المامي حماد بن زيد بهذا مسلم كين إياه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن شقيق العقيلي بن مسير ما مشى كبحي قال وحوش سألت عائشة رضي الله فذكر بمثله أيوب وحوش شيء أما قتيبة وهذا دينك صوك الرئة بمثله ولم يذكر موسى شيء قتيبة مكو حمال حديث كقادري فهذا الإسناد موسى كل شيء هشاما ولا محمدا موسى شيء مركا هشام ابن حسان موسى شيء ولا محمد مسير موسى شيء ستوس أيوب عن عبد الله شقيق العقيل عن عائشة وكدغي وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر التميمي قال قرأت على مالك أبي عبد الله المدني عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قال وحيت له يدين كان رسول الله رسولك لا يحوها يصوم كيصوم حتى نقول إلى أن ندهنه لا يفطر النبي ما بأفر دونه صوم كديسن دونه ويفطر وأفر جنصوبنه حتى نقول إلى أن ندهنه لا يصوم بشان حوى كسوم ما هي وما رأيت رسول الله رسولك لا ما أرك استكمل أسوك ما يسرتي سيام شهر بل صوم كي قط ولقي إلا رمضان مويت رمضان كأي وما رأيت ما أركبته يدين في شهر بالجدهد أكثر مدبلا منه حق يس صيام حق الصومك في شعبان جدهد بل والنبي وقصهم بدنا شعبانة ولقي ما أرق بيته شعبان هذا كجرتانو دور بريبة هذا نرافتي اللي جد ذا بيشان صوم كذا بيشان صوم كذا اللي جد ذا وحدنا أبوك من شيبة وعمر الناقد وقال جميعا عن ابن عيينة لبذا وياد ابن عيينة تك قاضنا إياه
قال أبو بكر بن شيبة حدثنا صفيان بن عيينة إنه مجي عيسو الشيعي وأبينا ونسبي لكن وذلك كلا عمرا أي أسوق عن ابن عيينة إسكيدي عن ابن أبي لبيد واسمه عبد الله المدني عن أبي سلمة ابن أبي لبيد بعض المتابعين وذلك وريها أبي النضر صالح بن أبي أمية قال وحوري سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله رسولك لا يصوم كسبا ويدي فقالت هو يدا وحيد كان يصوم نبي وصوم جري حتى نقول إلى أن اسندانه قد صام أي صوم كبير النبي قد يصوم بأفور الدونه ويفطر وأفور جري بلها قاركوت حتى نقول إلى أن اسندانه قد أفطر النبي أفور كبير يصوم بأفور الدونه ولم أره صائما نبي محمد صومها يما ركبتر من شان بل قد طويل أكثرين كبدا من صيام صوم كسب من شعبان وشعبان كصوم جري انتو شعبان كصوم جري وحكبضا بلو كصوم ما عرق بيت العائش كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا جملة ضمبئة إلا قليلا بيحفظ ريسا جملة هرئة كله داء لكن قاعدة نحوية بلاغية ماشا كتش بيسا مركوا مشكل صدرت شرف الدين الطيبي حوري صورة قل ما هيناد أول شيء حديث كان أنا بلاغة مصيبة كوة رجل بلاغية بيانية هدو حديث شرحه أما آية قبطان الأوكا لبحوه إلا حابتكو ترجمة استحابتكو رقع أقران تيساء أما قرني كو دواءها أما ودواء ترجمة دوك قبا خيلا شحيح بكوها إلا وذا دعي تهمين وحول إن كان قد أوتي علم الكونية في كتاب الله وسنة الرسول هذا كتاب سيارك مشكاتكو كشرحي ضد أخذان تحليل شايرته وقريه فوائد بدكي ليسا حاشيس أوصاري على الكشاف تفسيرك أنا كتاب الله مدعى لقى مقور تفسيرك كتابك إله فهم قوني يا ربي كسي حالا إذن سوى شيء وحايدا يقولي التوكيد التوكيد أو التكرار ينفي المجاز ينفي المجاز كان يصوم شعبان شعبان النبي قد سوى مجري كله هو محايدا وقتكين كله حوي إذا الكيت حبت مالن كما تجترمون هذا توحلوج إذا أي معظمة هنا ومجاز وتأوليس كله توكيد كان كادي ذي وكان إذا فانتين بيلا تاي كان يصوم شعبان إلا قليلا تادم بعض كف سرينا وحان لنا كادي يسمن ومعي مر انت بغن بالو يولي الطيبي شربتين الطيبي انت بغن نبغو شعبان مرد ما يستري ترب هو حبك تجيري لباتن يتضبط لباتن يلح لباتن يشنبك سومجر لكن بها قاركودبو شعبان صوم كل ما يستري جري بناء على كله ساسو سقوليه ساسو ليه لكن وحنداينا قاعدنا ما تشبيسو هو يدي إنه هو شمسو جورين روايات كات صومرتن رم بان الديدة يا أولاد ولقي نبيك مرة ما يستنى بلان كائن رمضان إوام حي وتصرف الرواة رواد كوريه بالمعنى إما هاللفظي هو يدن عائشة كافلا قاعدنا ومسلم على حالها روايتنا وسيدي والرواية بالمعنى أنا ويبنان تاي ما لم يتغير المعنى معنى هذا اسمه بدلينه تفسير كان تنبيك لقد قدب التقي كان يصوم شعبانا إلا قليلا تقول كهضوء صعودنا وآخر هديك لنا طيب وشو شيء التقنى هذا حافظ قلت كتو كرة فاضوها الكامب ومري حديثك عائشة سومة ودوبة حديثك عائشة رواية عن كدره رواية عن كدره عندنا إسلام إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام من أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي البصري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن متابعات كحديث عائشة وذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وهو وحيتري لم يكن رسول الله رسول كلاه ما أهين في الشهر من السنة بالسنة كميدة أكثر من بدن صيام حق الصومكم منه بيش حق إذا في شعبان أي من شعبان بلو نبي وكصوم بطنا شعبان مجر تيترو يدين وكان يقول نبي وحورن جري مكو نلاها الله خذوا من الأعمال الصالحة أعماش الصوبان وحاد كقب سطان كودكتان ما تطيقون وحد أودان وتكريسا عملت جوكتين كرتان وضوذي كرتان دادوا ويلان نقطان يضدان ليرتهين بقبطوا دائما فإن الله سبحانه وتعالى يمن لا مدى لي أما كمان نيوغيو إنو إذا نبال مرنها يو خير إنسين أيو حتى تملوا إلى ذلك عبادة كداشان
حديث لفظ كان معانيه سيسيل اسكومان دافي كتاب الصلاة بان قصر شرحي هي معناها صحدة ونقضى أساق. وكان يقول وحون أورنجر كون سديد بقول لباتين صدوبين قصر مرهي دي ونقضى. وكان يقول وحون أورنجر أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله عمل وناكسا حق الله لو قلت عليه وحوي ما داوم عليه صاحبه عمل كتوكتي ودائما قفك السمين وإن قل عمل كابا يرادو وحيرنا الله كدو عبادة يرؤد شوكتيسو وذن ولقا كس أذن سيرينين أضاد حنونسان تاي أضاد صفر تاي أضاد فردو أضاد نقيد هاي أضاد كدكتو يا كخير بدن وحد ما انتاد ديسو أضاد كتكتو تكداش. والله سبحانه وتعالى أعلم.